أسعد الله أوقاتكم بألف خير. تلبية لطلب أحد متابعينا الكرام، سنقوم بتصميم هذا الديكور. أول خطوة، سنقوم بأخذ المحاور الأساسية للسقف كما تشاهدون معي هنا باللون الأحمر. بعد ذلك سنقوم بتقسيم هذا المحور الطول إلى 3 أجزاء. بعد ذلك وانطلاقا من هذه النقطة هنا، سأقوم برسم دائرة لملء هذا الجزء هنا بهذا الشكل. انطلاقا من نفس النقطة ومن نفس مركز هذه الدائرة، سأقوم برسم دائرة أخرى أصغر من هذه الدائرة، وسأقوم بترك بينهم مسافة حسب رغبتكم. مثلا أنا سأقوم بترك هذه المسافة أو هذا الفراغ. بعد ذلك سأقوم بأخذ هذه المسافة من مركز السقف هنا إلى هذه النقطة هنا، مركز هذه الدائرة، وسأقوم بتعليمها في هذه الجهة من الحائط هنا. بعد ذلك سأقوم برسم مستقيم يمر من هذه النقطة وكذلك من مركز هذه الدائرة هكذا، سأقوم بالتعليم فقط هنا. بعد ذلك سأخذ هذه المسافة من هذه الدائرة الصغيرة إلى المركز هنا، وسأقوم بتقسيمها إلى جزئين. انطلاقا من هذه النقطة هنا، سأقوم برسم دائرة بهذا الشكل. بعد ذلك سنقوم بتقسيم شعاع هذه الدائرة الكبيرة إلى جزئين، أي من هذه النقطة هنا إلى تقاطع هذا المستقيم مع هذه الدائرة الخارجية هنا. بعد ذلك سأقوم برسم مستقيم يمر من هذه النقطة وعمودي على هذا المستقيم هنا بهذا الشكل. بعد ذلك سأقوم بوضع مسمار على هذا المستقيم هنا، ومسمار آخر أضعه على الدائرة الخارجية بهذا الشكل. سأقوم برسم القوس الثاني هكذا، أقوم بالإزاحة هكذا على هذا المستقيم، وأقوم بتصغير حجم القطر حتى أحصل على القياس الذي أريد. بعد ذلك سأقوم بأخذ هذه المسافة المتبقية بين الحائط والديكور أو الدائرة الخارجية هنا، وسأقوم بتعليمها كذلك من هذه الجهة. بعد ذلك أتي لهذه النقطة هنا، أضع عليها مسمار، مسمار آخر، سأقوم برسم به قوس بهذا الشكل بنفس هذا القياس. أتحول إلى نقطة تقاطع هذا المحور وهذه الدائرة الداخلية هنا، أضع عليها مسمار كذلك، وأقوم برسم قوس يقطع القوس الأول هنا. أقوم بوضع المسمار على نقطة تقاطع هذين القوسين هنا، ومسمار آخر سأقوم برسم به قوس بهذا الشكل. بعد ذلك سأقوم برسم مستقيم بهذا الشكل من هذه النقطة تقاطع هذا القوس والدائرة الخارجية هنا إلى هذه النقطة تقاطع هذين القوسين هنا بهذا الشكل، وأقوم بالتعليم فقط على الدائرة الخارجية هنا. بعد ذلك سأقوم بوضع مسمار على هذه النقطة هنا، وسأقوم برسم القوس كذلك بهذا الشكل.
بنفس هذا القياس أتحول إلى هذه النقطة هنا وسأقوم برسم قوس آخر يقطع القوس الأول. أضع مسمار على تقاطع هذين القوسين ومسمار آخر سأقوم برسم القوس هكذا. بعد ذلك سأقوم بمسح هذه الخطوط لن أحتاجها فيما بعد. بعد ذلك أتي إلى هذه النقطة هنا التي قمت بتعليمها على هذا المستقيم هنا، قم بوضع عليها مسمار بهذا الشكل. مسمار آخر سأقوم برسم بها أقواس بهذه الطريقة. نفس الشيء في هذه الجهة هنا ومن نفس النقطة. أقوم بالإزاحة هكذا على هذا المحور هنا وأقوم بتصغير شعاع هكذا وسأقوم برسم أقواس أخرى بنفس الطريقة. أقوم بالإزاحة هكذا حتى أحصل على الشكل الذي أريد. نفس الطريقة هنا نفس المركز. بعد ذلك أتي إلى هذه النقطة ونضع عليها مسمار ومسمار آخر سأقوم بتعليم على هذا الشكل على هذين القوسين هنا. بعد ذلك سأقوم بالربط بين هاتين العلامات بهذا الشكل. وخذوا فقط المنتصف نفس الطريقة كذلك هنا. انطلقا من هذه المراكز سأقوم برسم قواس هكذا. سأقوم بتعليم هذا المنتصف هنا سأقوم بوضع فيه إضاءة بهذا الشكل. الآن سنقوم بمسح الخطوط الزائدة لكي يظهر الديكور بشكل جيد.